بصوا بقى، انا بلف العروق عشان هي طبعا ايه مفرفطه. التقطيعه ما بحبش اعملها صغيره قوي، وبرضو ده ليه؟ لان كل ما بقطع الخضار صغير كل ما بفقد كتير من فوائده. طب تقولوا لي احنا عايزين نعمل السبانخ دي ونخزنها. والله اعملوا السبانخ دي وخزنوها، ما تقطعوش الورق صغير، نزلوها في ميه مغليه. ميه مغليه، خليني ايه الحاجه الجميله دي نخليها هنا كده جنب الاسود القمر ده، بسم الله ما شاء الله. وهنتكلم دلوقتي عن حلالنا الحلوه اللي احنا شغالين فيها. بصوا كده، ادي المقادير عندي ايه. اول طريقه يا جماعه هنعمل الفلسطيني، يلا بينا. انتوا نزلتوا بالعراقي، يلا بالعراقي. طيب هنقول العراقي. عندنا طبعا السبانخ متقطعه، وعندنا معاها شوية شبت، بيقولوا عليه شنبت وبيقولوا على الاسبانخ سبينة سبينة. وادي شوية كزبرة خضراء، عندي بصل، وعندي عصير طماطم مش كتير، هما طماطمتين واخدين عصيرهم، وصلصة طماطم معلقتين كبار، وحمص الشام مسلوق، وشوية زيت. وبيستخدموا اللومي يا جماعة، اللومي، وبيستخدموا معلقة سكر عشان الحموضة، والإضافة التابل اللي بيقولوا لحضراتكم هو الكاري، هو الموضوع، ملح وطبعا وفلفل أسود ومية مغلية. تعالوا بينا نسمي الله ونبدأ كده ايه في الوصف. يلا انا هنا هبدأ اول حاجة، احط شوية الزيت ونسمي الله كده ونبدأ ايه. انا هشوح الكاري معهم عشان يدي نكهة حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد البصل، ادي البصل، شوح البصلاية الحلوة دي. وطبعا مع البصل لازم نحط ايه رشة ملح وفلفل حلوة، رشة ملح، رشة فلفل. عندي الثوم، بسم الله الرحمن الرحيم، تشوحها كده. حبينا ايه يعني نبعت لهم تحية ونطلع عن النطاق اللي احنا متعودين عليه. خليني احط الحلة دي كمان جنبي. الحلل دي بصوا انا عمالة اشكل لكم في الالوان والاشكال عشان بس تعرفوا ان الواحد ايه يعني يبقى مبسوط. طقم الحلل ده من كيتشينوفا يا جماعة اللي سألوني، كل العرايس، طقم موفر لانه طقم يعني كامل في احجام الحلل المناسبه اللي هي 28 لغايه 32، هي احجام الحلل اللي حضراتكم هتحبوها جدا. في عندنا كمان ال 24 وال 20، وفي المقلايه اللي هي مقاس 26. هنلاقي عندهم كل المقاسات بفضل الله لحد 32، براند ايطالي، تصنيع مصري، جرانيت صحي يا جماعة، حاصل على شهادة الايزو، وعايز اقول لكم عليه ضمان 3 سنين. والاهم من ده الوكيل الحصري اللي هي شركة برايدز هاوس، وكل التحية والتقدير ليها. عايز اقول لكم كمان عاملة خدمة ما بعد البيع، ودي من اهم الحاجات، الا وهي ايه بقى، اي حاجة لا قدر الله تحصل في الطقم تقدروا تلاقوا الصيانة فورا، بتتواصل مع حضراتكم علشان تحل المشكلة دي وترجع حلتك الجديدة تعيش العمر طول ما انت محافظة عليها، تستخدمي الأدوات المناسبة. هنزل لحضراتكم الصفحة، هنزل لحضراتكم الهوت لاين علشان تقدروا تعرفوا مزاياها. التوصيل مجانا، بيعملوا لأي محافظة. وكمان عايز أقول لحضراتكم حاجة، بيعملوا كمان للجمعات، ايام الجمعه بيبقى فيه اوفرات وعروض رائعه، الجمعه البيضاء انتظروا فيها كل العروض الحلوه. عاملين طقم تقديم على السفره من الاطقم الشيك قوي 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 قوي، دي صفحتهم والهوت لاين. تعالوا بقى نرجع للسبانخ بتاعتنا اللي بنعملها في الحله الرائعه دي. طبعا حله تدخل الفرن، سمكها من قاعده بتاعتها 4 سنتي، 5 سنتي القاعده و4 سنتي الايه الحواف دي. بصوا بقى انا بقلب كده السبانخ، بنزل الشبت وهنزل الكزبره الخضراء كده. انا حطيت اضافتين، الكزبره الخضراء مع السبانخ بعد ما شوحت البصله والثوم في الزيت، رشه الملح والفلفل. بصوا السبانخ بتهبط بتخس، السبانخ دي من الحاجات اللي فيها كالسيوم وحمض الفوليك، وبتساعد جدا على تجديد الخلايا البيضاء. بصوا كده بقلب، دي رائعة لجهاز المناعة يا جماعة. بصوا الصلصة أول حاجة بنزلها علشان المادة الحافظة اللي فيها، أول تشويحة فيها يا جماعة بنزلها
هي الصلصه. خلاص، وبعدين اقلب تقليبه حلوه كده، بنزل شويه من عصير الطماطم، ما بيحطوش كتير، طماطمتين ثلاثه وشكرا على كده، ومعاهم معلقه السكر الصغيره عشان الحموضه اهي، نص معلقه صغيره، وبنحط الليمون اللومي اهو. هنقلب بقى تقليبه حلوه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اقدر اسقي بميه مغليه او بمرق الايه اللحم، انا هسقي بمرق اللحم. وادي شويه الحمص الحلوين، وادي معايا الكاري المكون الرائع. وناخد معانا استاذ عماد. اهلا وسهلا يا فندم. احلى صباح، صباح الشباب. صباح الفل يا فندم، اهلا وسهلا. بجد اصل انا من عشاق السبانخ. السبانخ والله؟ بكل انواع. بسم الله. طب ايه بقى الطريقه دي؟ ايه هتعجب حضرتك ولا ايه بالظبط؟ الطريقه العراقيه وجميع الطرق يعني. جميع الطرق. سبانخ انا بحبها. يا تسلم. انا مره اكلت بس سبانخ ملفوفة في زي جلاش ولا ايه معرفش، فطاير، بس كانت حاجة جميلة قوي يعني، كانت حاجة تحفة يعني والله. يا ريت لو نعرف، لو يعني نعمل الطريقة دي، عايزين نشوفها من عينيا يا فندم. بس كده حاضر، جميلة جدا، نعملها لحضرتك. مرة في فندق كده فكانت حلوة قوي يعني. عجبت حضرتك؟ حاضر يا فندم، عينينا يا فندم، تؤمر. انا اصلا يعني بحب السبانخ بكل انواعها حتى لو طعمها عينين، بس عايزين حضرتك بقى تجربها وتقول لنا بجد الطعم هنا حلو ولا لا. اكيد انا واقف اهو، قاعد اهو بشوف الطريقه. يا رب يبارك فيك، تديك الصحه والعافيه. شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا، نورتنا وشرفتنا. طب ممكن نجيب بس صوره بقى على السبانخ وهي في الحله يا جماعه. ادي الليمون اللومي، عايزه اقول لكم اللومي ده بيطفي نكهه كده مزه، لانه بعد ما بيطرى لما بنيجي نعمله في الكبسه او في الرز تلاقوه طريت، الليمونه دي طريت بقت عامله زي القراصيه، تاكلوها تلاقوها مزه. بصوا كده، احنا عايزين جوه الحله يا جماعه، عايزين جوه الحله. هي حلوه الحله، بس انا عايزه بقى اللي انا طبخه جوه الحله. بصوا الجمال، معلقه الكاري دي يا جماعه بتدي طعم، وبعدين بصوا الصلصه هنا خفيفه، انا حطيت معلقه صلصه كبيره، شوحتها الاول مع السبانخ ومع الشبت ومع الكزبره اللي اتحطت على الطريقه العراقيه. بصوا بقى، بصوا لونها، بصوا لونها جميل ازاي، بصوا الجمال، بصوا الجمال. طيب يعني عايزين ايه؟ طب ماشي، هتاخدوا اللقطه. ماشي، انا هنا بشوح وبعمل الطريقه الثانيه جنبها لكل الناس اللي عندها مشاكل مع الصلصة، يعني ما بتحبش الصلصة في الأكل أو في الطهي لأسباب صحية.